مساء الخير أعزائنا متابعي طقس العرب. بعد فترة من انقطاع المطر التي عانت منها العديد من الدول المغاربية والتي للأسف أثرت سلبا على العديد من المحاصيل الزراعية وتراجع كبير في مستويات مياه السدود، يتوقع بإذن الله أن يطرأ تغيير جذري في حالة الجو خلال اليومين القادمين كنتيجة لعبور منخفض جوي مرفوق بكتلة هوائية شديدة البرودة. بداية دعونا نتحدث عن شكل النظام الجوي المسبب أو النظام الجوي الذي انبثق منه هذا المنخفض الجوي. كما تشاهدون بالخريطة هنا، المرتفع الجوي الأزوري يندفع شمالا باتجاه شمال الأطلسي، تنفصل على إثر كتلة قطبية شديدة البرودة وتتحرك جنوبا باتجاه القارة الأوروبية ثم باتجاه الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. اندفاع الهواء البارد باتجاه الحوض الغربي المتوسط عادة ما ينتج عنه تشكل منخفض جوي فوق الأجواء الإيطالية. هذا المنخفض الجوي يعمل على ضخ الهواء البارد من أوروبا باتجاه شمال أفريقيا، أي باتجاه الدول الثلاث والتي هي المغرب، الجزائر وتونس. ما الذي سيحدث لاحقا؟ أولا دعونا نستعرض مراحل حركة الكتلة الباردة وما سيصاحب كل مرحلة. تأثيرات الحالة الجوية المرتقبة ستبدأ اعتبار من يوم الجمعة مع دخول الجبهة الهوائية الباردة في مقدمة الكتلة الهوائية الباردة، حيث يتوقع يوم الجمعة أن تبدأ الأمطار بالهطول على كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق وتشتد تدريجيا مع ساعات بعد الظهيرة، لتصبح الهطولات غزيرة ورعدية أحيانا مترافقة مع تساقط البرد اعتبارا من مساء يوم الجمعة. مع دخولنا لليلة الجمعة إلى السبت يتوقع أن تتحرك الجبهة الهوائية الباردة أكثر شرقا، يتبع تدفق مزيد من الهواء البارد، حيث تصبح الهطولات المطرية على المناطق الساحلية أكثر انتظاما، فيما تتحول الهطولات على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر من المطرية إلى الثلجية. مع ساعات نهاية ليلة الجمعة إلى السبت وساعات صبيحة يوم السبت يتوقع أن يتحرك النظام الجوي أكثر باتجاه الشرق وتبتعد الجبهة الهوائية أكثر نحو المناطق الليبية، ومع ذلك يتوقع أن يستمر تدفق الهواء البارد أو الشديد البرودة باتجاه المناطق الشرقية للجزائر والوسطى، فيما تميل نوعا ما الأجواء إلى استقرار على المناطق الغربية مع ارتفاع في قيم الضغط الجوي. وخلال يوم السبت يشار إلى أن الارتفاع تساقط الثلوج سينخفض ليتراوح بين 600 إلى 700 متر على المناطق الشرقية، فيما يرتفع مستوى تساقط الثلوج كلما توجهنا غربا حيث سيصل إلى 800 متر على المناطق الوسطى والألف متر في حالة وجود هطولات على المناطق الغربية. ويصاحب الحالة الجوية المتوقعة بالإضافة للهطولات الغزيرة سواء المطرية أو الثلجية والانخفاض في درجات الحرارة رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية، وتصل سرعة هباتها أحيانا 100 كيلومتر في الساعة على السواحل الممتدة من جيجل إلى الطارف، ما يجعل البحر كثير الهيجان وممارسة الملاحة والصيد البحري خطرة. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة. للحصول على المزيد من المعلومات قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على أندرويد والآيفون، وأيضا قوموا بزيارة موقعنا arabiaweather.com، ودمتم في رعاية الله وحفظه.